درهم، 1,036,000 ريال، 1,180 أورو. هادي كاين هذا ديال بلدي الثمن ديالو كيدير 11,700 درهم، 1,034,000 ريال، 1,170 أورو. ياك القياس ديالو 6 ايوا. وكاين هذا تاهو زوين، ها هو ثقيل ما شاء الله. شوف كيفاش داير، مخدوم الخدمه ديالو. لا ماشي ذهب هادو، لا لا ماشي ذهب. الذهب ديالو الذهب ديالو كيكون هذا اللي داير به ذهب، لا ماشي الذهب البيض. هذا الثمن ديالو كيدير 20,300 درهم، 2,006,000 ريال، 2,030 اورو، فيه 34 غرام فاصله 40، والقياس ديالو حتى هو 6. ولكن براسلي قليت لقح الخدمه القديمه هذه. وكاينه واحد الموندغ حتى هي هذه كلها ذهب بياجي، هذه بياجي كلها ذهب ومسيرتها بلي ديامون. ها هي الثمن ديالها دايره 75,000 درهم، 7,500,000، 7,500 اورو. هذا هذه بياجي، هذه اللي كنت شي وحده باغاها. ها هي زوينه كل ذهب ومسيرتي بلي ديامون. بياجي حتى هي راه غاليه، دايره مولاتها راه والله الا قالت لي راجلي خدا ليا، قالت لي شي 40 مليون. قالت لك فاش خدا لي راجلها؟ قلت لها بزاف اختي دايره غاليه. هذه دايره الثمن ديالها 7,500,000، 7,500 اورو. هي راه الموتور ديالها راه اوتوماتيك ماشي حجره، قالت لي فيهم ديما المكاني كتكون المكانه ديال كتكون اوتوماتيك، كتكون مختلفه على الحجره. اوتوماتيك كتكون احسن من الموتور اللي كيكون بالحجر. 7,500,000، 7,500 اورو. كاين هذا البوندونتيف الثمن ديالها كدير 9,300 اورو، 9,300 درهم، 930 اورو. الماكن علاش غاليين اختي؟ الماكن حيت غاليين، حيت دابا في العالم لي مونطخ ما كاينينش لي غوليكس. دابا الا بغيتي تاخذيها راه ما كاينينش، ضروري خصك تاخذ تسنى لي كوموند باش توصلك النوبه ديالك، عام عامين ثلاث سنين عاد يمكن تاخذ يوصلك النوبه. 9,300 درهم، 186,000 ريال. هذه بوندونتيف بلديه بالنسبه اللي عندها السلسله بغا ديرها فيها، راه كاينه. ها انت واحد الكلو، واحد السلسله ديال الكلوي زوين، ديال الكلو ديال رافيني تاعو، هذا غادي طيروه. هذا الثمن ديالو هذا كيدير، الثمن ديالو كيدير 6,300 درهم، 630 اورو، 126,000 ريال. هذا فيه السلسله ديال بيزماك. الغوليكس معروفه بصح. خميسه كبيره شحال؟ لا خميسه كبيره لا ما عنديش، كنت فرجت لك من كندا انا في الخدمه دابا مع صاحبتي الكوريات. واش لا سنة واسلمي على الكوريات، سلمي عليهم. والله هذا اللي كتفرجي حتى غيجروا عليكم من الخدمه. ومرحبا الناس ديال كندا، شوف مرحبا بكم. السلام عليكم. هذا هو البليه هذه مخايبه، الناس في كندا كيتفرجوا في اللايف كيكونوا خدام. وعلمي علمي شوف الله يرحم باك الناس اللي مع الكوريات، وقال لهم قول لهم قال لكم وداو تقداو عنده. سمعت قول لهم كانت تخلص بسميتو بسمه العمله العمله ديالهم. هذا بغيتي هذا؟ هذا هاك اللي فيه بحال جوج براسليات. ها انت كاين هذا عاوتاني ديال العنق، هذا ديال رافينيتي ديال العنق، الثمن ديال هذا الروزاس. ها اللي فيه الروزاس هذا سي هذا بحال كتوري هذا. قولي ولا شحال الثمن ديال شحال؟ شحال الثمن ديالو؟ 23,400 درهم. واش بحال النبالة؟ بحال النبالة؟ الأخراني هو هذا، الأخراني هو هذا. كان هذا ما فيهش الروز، دار ما فيهش الروز هذا، دار فيه الدبل بيض في الجناب. بلدي. عندي أربعة اللي خدمت اللي دوزت. فيه البيض والصفر. هو هذا بلدي، ها هو هذا. ما كرهتش نجي نخدم معاك واخا غير نص النهار. ما قعدت. مرحبا لا وصال، مرحبا. حتى المنفرسة ديما كنتفرج فيكم. ديما كنفوج. مرحبا بك، مرحبا. الحمد لله حنا بغينا تيفوجوا معانا. ديال 20 درهم. واخا نافق. المهم هذا قلنا الثمن ديالو هذا، انت هذا. الثمن ديالو كيدير 3,200 درهم، 320 اورو. هذا راه ديال العنق. هذا. هو هذا، ها هو 20 23 هذا. 20 درهم. 23 درهم. 23 هو اللي قلت ليها. ها انت هذا الثمن ديالو. كيتحل بحال هكا، كيجي بحال التشوكر. 3,200 درهم، 320 اورو. كيتلبس بحال هكا، 320 اورو،
23,000 درهم. هاي 23,000 درهم، زوج المليون، أوساجي 320 أورو، 3,200 درهم. كاين واحد الدبليج قديم ديال الصويري، الثمن ديالو كيدير تقريبا كيدير 17,200 درهم، 1,720 أورو، 1,144,000 ريال، 29 غرام فاصلة 20، القياس ديالو 6.6، ولكن هذا راه قديم. اللي بغات تشري الأم راه ماشي الدجاجة، راه مكحلة ديال هادي بنتي بحال هادي، بحال الدجاجة. لا هادي شتيها؟ ها هي خويا كتبان من بعد، كل بعد كيف بحال الدجاجة. كيفاش مخدومة هادي شتيها؟ الكلو واخا نجيب لك واحد الكلو إلا عندي هنايا، عطيوني هذا. غادي نوريكم واحد الخواتم، ها انت كاين واحد الخاتم عطيني كيفاش داير، الخاتم ديال 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 النمر ديال الجاكوار شي، كيفاش النمر غادي شي. هذا خاتم الثمن ديالو كيدير 3700 درهم، 370 اورو، 74000 ريال، 370 اورو. هذا كاين واحد ديال خاتم ديال الربعه، هو كيدير 2500 درهم الربعه، 2500 درهم، 250 اورو، 50000 ريال. كاين هذا الخاتم ديال سميت هذا 2200 درهم، 44000 ريال، 220 اورو، ديال مشاربي 2200 درهم. السربيش دلاج جاكوار، نعم. وعندي واحد ديال ليبولا، واحد الخاتم ديال ليبول حتى هو زوين، الثمن ديالو شحال؟ 3600 درهم، 360 اورو ديال ليبول باقي جديد، 360 اورو، 72000 ريال، 360 اورو. ها انت واحد الخط عند رافينيتي باقي جديد، هذا الخط عند رافينيتي ديال الربع، ديال الربع هكا هو 3750 درهم، 375 اورو، 75000 ريال. ها هو ديال رافينيتي هذا 3700 درهم. هذا يا قلنا هذا، ها انت ديال هذا الخاتم كيدير الثمن ديالو 2100 درهم، 2210 اورو، 42000 ريال. ها هو 300 باقي زوين، حتى هو باقي جديد. بغيت جاكوار، تباع جاكوار طيروه، عندك يعضك النمر. لا لا ما تخافيش، ياك هذا الخاتم حتى هو زوين، الثمن ديالو شحال كيدير؟ 4000 درهم، 400 اورو، 80000 ريال. 4000 درهم، 400 اورو، 80000 ريال. كاين هذا ديال النايفي، ها هو ديال النايفي كيدير 6000 درهم. كاين هذا وكاين هذا، عندنا جوج، واحد كيدير 6000 وواحد كيدير 7000. لا باقينا شحال؟ غيفيغ ديام واخا كاين، كاين غندوزو ان شاء الله. هذا قلنا كيدير، هذا كيدير 7000 درهم ديال نايفي، بزاف كيلبسوه الرجال. كنت العائلات اللي كيلبسوا كيلعز على هذا الستيل هذا، 7000 درهم 700 اورو، هذا كيدير 6000 درهم 600 اورو، 120000 ريال. ها انت كاين هذا ديال الرافينيتي، حتى هو شوفالي، شوفالي ديال الرافينيتي اوغوز، ها هو هذا اوغوز. شي كيجي زوين، قياس صغير ديال شوفالي شتي، اوغوز ديال الرافينيتي. الثمن ديالو ما عرفتش شحال كيدير، ممكن الثمن ديالو محي، انت تشوف لكم الثمن، إذا بغيتو شي حدا ها هو. هذا كيتلبس شوفالي هذا. هذا ديال ليبول، هذا ما تعطلوش تاخذوا هذا، ها هو صافي. وليتي ذهبيه، واجي خدمي معنا من وليتي ذهبيه. هادو كلهم خواتم، هادو كلهم خواتم. كاين هذا الثمن ديالو كيدير 4500 درهم، 450 اورو، 90000 ريال. شوفالي اوغوز، اوغوز ها هو. راه تو كاين باقي ما قلتش الثمن، تعبري فهمتي؟ عبري عبري ما فيش الثمن، ما باقي جديد. هذا الثمن ديالو هذا كيدير 4500 درهم، 450 اورو، 90000 ريال. واخا 90000 ريال، 450 اورو. ها انت باقي هذا ديال الديامون اللي قلت لكم ديك النهار، زوين. هذا كيدير 10000 درهم، 1,000,000 اورو. كي خليت ندوز مع الديامون هذا، هذا شي بيز ديال الديامون نوريه لكم ياك. ها انت واحد الكوليتا هو زوين وثقيل، ها
هذا الثمن ديالو كيدير 37700 درهم، ولكن راه بياسه واعره 37000 3770 اورو 3,154,000 ريال. شوف كيفاش داير، ولكن فيها داير غير فيه غير الكل اللي فيه بوحده. بياسه واعره وقديمه، والميزان ديالو فيه 58 غرام. ها ربع عند سلمى. وكاين هذا، ها هو هذا ديال امريكا، الثمن ديالو كيدير كاع شي 43000 درهم. هذا 43000 درهم، 4,060,000 ريال، 4300 اورو. ديال ليبول، ها هو ديال ليبول، باقي كاين الختم ديال ليبول، ها هو ها هو الثمن ديالو كيدير، الثمن ديالو 3600 درهم، 360 اورو. ها هو الهام اللي بغاتو تعيط دابا تريزيرفي. كملينا الاخوات مكبار عافاك، واخا انا ندوز لك ان شاء الله الاخوات اللي باقين. ها انت كاين هذا كيدير حتى هو 4000 درهم، 400 اورو، 80000 ريال. انا غنوري لك شي كامل اللي كان غادي نوريه لكم، واللي مكتبه لي شي حاجه راه ياخذها ديما. 4000 درهم، 400 اورو، 80000 ريال. 80000 ريال. لا انت ياك انت هذا الخدمة هو زوين، الثمن ديالو كيدير 1600 درهم، 1600 درهم، 160 اورو. بلاتي راه طاح كاع مشى. ها انت هذا كيدير 3200 درهم، 320 اورو، 64000 ريال. ياك هذا كاين، هذا فيه السفيرة حرة كيدير حتى هو 3950، 395 اورو، 79000 ريال. حتى هو في الخواتم. وكاين هذا بحال كيقول لي ديال رولك، حتى هو حتى هو كله ذهب. شحال الثمن؟ 6000 ريال. ديال اش؟ ديال شحال؟ ليبول، ديال ليبول. ها ها واحد اللي كاين، هذا الثمن ديالو كيدير 6400 درهم، 640 اورو، 128000 ريال. خاتم اللويزا مشى، مشى الله حفظه، طيروه طيروه مشى. ها انت هذو كلهم بياسات الخواتم اللي كاينين اليوم. واحد الكولي ها هو اللي بغاه، الرادكو ديال بحال شكل الرادكو، فيه الكورميت وفيه الحلقات وفيه فيه السلسله زوينه كتجي في العنق، داير 5 مليون، 5000 اورو، 5 مليون. ها انت واحد لونسوم حتى هو زوين، هذا غادي تطيروا به حتى هو. ها انت 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 شوف واعر لونسوم هذا، ها البراسلي ديالو، ها فيه الخاتم الحلقات والسلسله، والثمن ديالو عرفتي شحال؟ 11300 درهم، 1,026,000 ريال، 1,130 اورو. شنو هي؟ باقي دايما ميتسيسون يروح زيتها ويطيح. ها هي هادي، ها هو رسميتها. غير فيغ ديال موخا اختي، انا نوريهم لك، كاين كاين سوسه بلاتي. هذا قلنا الثمن ديالو، الثمن ديال المضمع عفاك، واخا ونظام هما بلاتي بلاتي خالد. خالدي انا نوريك النظام هما بلاتي انا جايك. هذا الثمن ديالو 1,130 اورو، 1,026,000 ريال. لونسومبل كامل. هذا ديال 11 هاك 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 بصحتك، قول له بصحتك. ياك ها انت واحد لونسومبل تا هو زوين، ها هو فيه الكورميت والحلقات والفوندونتيف، الثمن ديالو بشحال؟ غير ب 4300 درهم، 4300 درهم، 430 اورو، 430 اورو، 430 اورو، قول 86000 ريال. 4300 درهم. هذا لونسومبل 86000 ريال. وكاين هذا تا هو اونسومبل، فيه البراسلي، الخاتم، الحلقه والسلسله والعلاقه ديالها، والثمن ديالو كيدير 12300 درهم، 1,046,000 ريال، 1,230 اورو. هذا تا هو طقم كامل. ها هو هذا اونسومبل، ها البراسلي ديالو تا هو كيفاش داير، صراحه باقي جديد، اونسومبل كامل باقي جديد. ساعه ما كتجاوبش على كورميت ديال ليد ميريكان، الكورميت لا والله يا اختي ما عندي، لا بقى عندي غير الكل اللي بقاو، راه لما غبروا غبروا. ها انت كاين عاوتاني واحد الرادكو حتى هو واعر، ها هذا بوحدو، ها اللي كتبغي شي رادكو نيت، هذا كيب هو كيبان كيبان عامر ولكن خفيف، زعما حيلا بغيتي بحال هذا العرض وبحال هذه الشوفه راه خصك تكون فيه 100 غرام ولا 100 ولا 150 غرام. هادو ديال برا كيكونوا كيخدموهم بواحد الخدمه، كيبانوا من البعد هما باينين ولكن هما خفاف. هذا فيه 43 غرام فاصله 8 كيدير 26000، عند يلاه خداتو
26 راه فوق 300 درهم 2630 اورو 2 مليون و 126 الف ريال. هذا كولي هاشي كيش كيبان واه ودي غرادي كيبان غليظ من هنايا غادو كيرقاق وتا الخدمه ديالو شوف واه واه شوف باقي نقيه باقي جديده. واخا نوري ها انت عندي هذه السلسله هذه كانت فيها هذه كانت فيها المصحف هذه كيجي فيها لويز السلسله هاي بغيتها كان فيها المصحف هذاك المصحف ثقيل بعناه ياك وبقات السلسله بوحدها السلسله دايره 2 مليون و16 الف ريال 2080 اورو وكاينه وحده بالسلسله والمصحف ديالها ها هي هذه عاوتاني يلاه خديتها اليوم تمام سلمى فين اختي لا هاك هانتي نعم اين وحده اللي كنت مبيع معها لي واش هذا 43000 درهم راه الثمن هانتي هذه الثمن ديالها والراتها الاخرى هذه هي 27000 درهم اين واحد فيهم 27000 درهم 2700 اورو مالك راه دوزت غير واحد بعتيني مليكة دوزت غير واحد يدوز تاني باقي ما دوزتوش كاين هذا تي دوزت هذا أمريكا كاين واحد 43 وكاين واحد زيد ثانية زارت أرى ديك اللي الأخرى الثانية هي هادي هانتي راه أمريكا راه عندي جوج فيهم كاين واحد في كاين واحد داير 43000 درهم ثقيل وكاين هذا 32000 درهم هاد جوج هما اللي بقاو عندي الامريكا ولا كانوا عندي بزاف فيهم وكانوا الكرميطات ديالهم كلهم تباعوا ها انت كاين هاد السلسله ديال الكرافاج وبوندونتيف دايره 10000 واش قلنا 10200 درهم مليون ها انت مليون و 5000 ريال مليون و 5000 ريال السلسلة والعلاقة ها هي كاينة هذه دي زوينة ديال كرازيلا ديال طاليان ها هي بياسة واعرة هذه شوف هذه الثمن ديالها دايرة 21000 درهم 2 مليون و 20000 ريال هذه كتزاد وتنقص بحال هكا على حسب انت فين بغيتي هذه كتمشي كتمشي وتجي داير فيها واحد الستة دايرة الثمن ديالها 2 مليون و 20 2100 اورو اللي دايرة هذه ديال كرازيلا ديال طاليان النور ديالها كيفاش داير في واحد الخدمه واعره الصراحه في البياسه بحال هذيك يكونوا ما غاديش تلقاهم نهائيا هذه نتحداك باش تلقى بحال هذه مازال انا براسي نبعتها ما غاديش نعاود نلقاها هذا المصحف والسلسله دايره الثمن ديالها 2 مليون و 140 الف ريال 2700 اورو ها المصحف صغير يتحل بحال هكا 2700 اورو 2 مليون و 140 الف ريال هذا قلت لك ديال 3200 اورو هذا ديال امريكا 3200 اورو واحد اللي بقى دابا عندي 3 مليون و40 الف ريال هذه ما خديتوش هذه ها انت هذه واعره هذه حيت ما غاديش تعاود تشوفوها هذه نار لي غيفير ديال ديام اختي الله 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 بلاتي اختي بلاتي اللي بقات ها هي امريكا قالت لي غتديها لك تبيعها لك دابا اختي لي غيفير ديال لي ديام هو بلاتي انا جاي لك بلاتي شوف طاحين شي وحدين واحد هنا تاع حطمت البياز ديالي ديال مولي عندي اختي ولكن هادو مازال ما در... واحد الطاب هاد الطابلو كله يلاه خديته عند واحد السيده هادي ما درتش ليه الثمن نوريك الاخرين اللي درت لهم الثمن كاينه هاد السلسله وغوز وفيها لي ديام واعره هادي ها هي فيها غير الحجر ديالها فيها كارا ديال لي ديامون اللي فيها انت الثمن ديالها دايره رخيصه وزوينه اوغوز دايره 14000 درهم 1400 اورو مليون و80 الف ريال 14000 درهم كان زمين 14 زمين كاينه هذه بلا مصحفيه هذيك هاي هذا الخريج الشخصي هذه دايره شي 3 مليون و10000 ريال 3200 اورو
30,500 درهم، 3,010,000 ريال. هذه اللي بغى تدخل الجروب، شوف لالا فاتي اللي بغى تدخل معنا الجروب غادي تصيفط لنا ميساج في هذه النوامر 0661. انا نكتب لكم الى بطلانيه ها هي اللي بين دابا ها هي واعره ديري 3,000,000 معك سلمى 3,010,000 ريال 3,200 اورو. شنو بغيتي ديريها بجبهتك راه ديريها دير فيها خيط الري راه غليظه غليظه هذه ها هذه ها هي هذه قلنا الثمن ديالها 14,000 درهم ياك. كاين هذا البراستي هذا ولكن هادو مازال ما درتيهم الثمن. هذا كاين هذا البراستي هذا واعر يلاه خديته من عند السيده ياك. هذا ياك كاين واحد الكرومي ديال الغيفيغا هي دايره شي 29,000 درهم فيها شي 3 الكارات وشي حاجه فيها 2,900 الاورو ياك. كاينه هذه السلسلة هي مازال ما درتش لها الثمن ها هي هذه انت هذه ديال لي ديامون واللي عجبتني هذه اللويزه فيها لي ديامون حتى هي ها السيده كتلبس غير لي ديامون تبارك الله. هذه هذه اللويزه حتى هي مسيرتها بلي ديامون ها هي وفيها السلسلة ديالها ها اللي هي مازال ما تفهمتش معاها هذه. وكاين هاد لي بوكل هذوك خيول تا هما زوينين ها خيول ديال لي ديامون تا هما هذوك كلهم مسيرتين في الجناب هما هادو مسيرتين غير في الجناب فين مسيرتين شتيهم وعراض من القدام ها انت نتوما لك خيول هادي يلاه خديتهم تا هما عندها. وكاين هاد الكولي غيفي غا هو هاد الكولي تا هو زوين هاد الكولي هذا تا هو يلاه خديته من عندها ها هو كولي اون ديامون غيفي ها هو تا هو زوين هادشي كامل خديته من عندها. وكاينين واحد دوباك ها هو واحد دوباك تا هما نعم ها هادي لي ديامون ها ديال 13,000 14,000 هادي هادي 14,000 ديال 14,000 لا ها. نعم اختي نجاوب نجاوب قول لي نجاوب واش اوغوز هي فوغوز هي هذيك اصلا هذا اللي كاين هذا كولي ديال لي ديامون هذا هما اختي دابا اللي عندي ديال لي ديامون هاد لا باك هاد ولكن هادو كلهم حتى الغدا ندير لهم الثمن الله يعطيكم الخير اللي بغاتهم هادو غدا تعيط لينا راه غتلقاو الاثمنة عند البنات ان شاء الله. يلاه خديتهم عندهم لي بوكل كريول غورميت غيفيغ كولي غيفيغ ديامو تا هو ها هو بغاسلي تا هو اون ديامو ها هو وكاين هاد السلسلة في البيض وكاين هادي لويزا مسيرتها بلي ديامو تا هو وكاين هاد دو باك هادو تا هما بلي ديامو ياك. وكاينين هادو حتى ثلاثة اللي باك درت لهم الثمن هذا ديال فخيد لا مارك فخيد لا باك كيدير 6,000 راه غالي عندي داير شي 30,000 اللي داير عندهم في سميتو هذا كيدير 6,000 7,000 درهم. كاين هذا حتى هو هذا السطوار هذا زوين هذا السطوار الا كانت شي وحده باغاتو ورخيص الثمن ديالو كيدير غير 5,100 درهم 5,100 درهم 510 اورو 100,000 ريال و 100 درهم ها هو ناديه ناديه جديد ان شاء الله انا معاك في لي غاد كو كلشي غادي نوريكم غدا الجديد ان شاء الله. المنظمه خويا جاوبني عافاك واخا نعم لي ديامون لي ديامون ما هذا هذا كيدير 5,100 درهم 510 اورو ها هو السطوار ديال اللي سميتو بالنسبه للمنظم واخا ها انت كاين هذا لاباك هذا حتى هو كيدير 12,000 فيها فيه سفير حره وفيه لي ديامون 12,000 درهم هذا اللي بغات تشري مارياج هذا بحال هذا غادي تشري بواحد 15,000 ولا 20,000 هذه لويزه ها هو غير 8,000 باقي ما عطاش الثمن ديالو هذوك كلهم باقي ما عطاش الثمن ديالها هما ثلاثه ديال اللي باقي ديال لي ديامون درنا لهم الثمن. هذا فايت وريت لكم اقيلا هذا ها هو كولي وفيه لي بوكل تا هو ديال الديامون ها هو هانت وفيه لي بوكل لي بوكل كيدير 60,000 كيدير 60,000 درهم 6,000,000 واعرض الكولي صراحة 6,000,000 هاكا هو هو عندي ها هو السطوة غادي السطوة ها هو كولي ولكن غير الذهب ديالو راه تقريبا الجرامات ديال الذهب راه فيه شي 67 غرام ونص غير الذهب راه ثقيل كيدير 6,000,000 6,000 اورو هو لي بوكل ديالو. وكاين هاد لي بوكل تاهما مازال ما درتش لهم الثمن هادو زوينين تاهما مسيرتين بزاف ديال الحجر هازين الحجر
علاش ديامو كيطيح كيطيح ضروري اختي ديامو ديامو معروف كيطيح ديامو بلاتي دابا ها فين غادي تضربوا لي دابا هنا هادشي فين غادي تضربوا لي كاين شي بيسي هنا يضربوا لي كاين هاد الفخيل ها هو كيدير 23000 درهم 23000 اوريجينال ها هو الفخيل كيدير 23000 درهم غنضربوا لي عليهم عارفهم هاد الحلقات ديال رافينيتي دايرين الثمن ديالهم 8200 درهم 820 166000 ريال 8300 درهم ها هما كبار اللي كيجيو زوينه الاخوات من الخطوبه غدا ان شاء الله غادي ندوز لكم اي حاجه بغيتو غدا في جديد كاين كلشي كاين في جديد ان شاء الله غدا غادي نوريو لكم ان شاء الله كاينه هاد الرادكو بالنسبه لك كتبغي الرادكو ثقيله ما فيها لا حجر لا والو كاينه هذه دايره 13000 درهم مليون و 60000 ريال مليون و 60000 ريال 1300 اورو ها 13000 درهم هذه هي زوينه ثقيله ها اللي غادي تضربوا عليهم حيت هذوك النهار دوزنا ديك النهار مشاو اخر وحدين كاينين دابا مع المراه اللي بقاو عند السيد هما هذا اخر وحدين ها صاب لي هادو قال لي هادو هما الاخرين ما غتبقاوش تشوفو مازال تباعو منو تبارك الله بزاف هادو بقات عندي ها هما الاخوات واحد جوج اربعه د الاخوات اللي بقاو ها هما اربعه ها هما اربعه ديال الاخوات هذا كبير شويه هذا ها هما اربعه ديال الاخوات كل واحد نقول لكم الثمن هذا اش صار الرجل الثمن اخويا جي فين غادي هذا الثمن ديالو كيدير 3300 درهم 3000 بلاتي نقول الثمن راه كاينين بزاف الاثمنه مختلفين هذا 3300 درهم 330 اورو 66000 ريال هذا كيدير 3150